اكيد ان المملكه المغربيه خدت واحد التوجه هو الاستثمار في الميدان الرياضي. الرياضه اليوم ولات قاطره من اجل التنميه، ولات قاطره من اجل يعني التعريف بالمغرب، وخصوصا الترويج للمغرب على الصعيد العالمي مع الانجازات المتتاليه اللي كتحققها الرياضه المغربيه بشكل عام في مختلف الميادين وبالاخص كره القدم. كرة القدم اليوم بالنسبة لنا احنا في المغرب ولات يعني قاطرة كما قلنا للتنمية، ولات مسألة اللي كتعتمد أساسا على واحد المجموعة تاع البنية التحتية. المغرب استثمر في البنية التحتية بشكل كبير، والآن المغرب عندنا مراكز تاع التكوين، عندنا ملاعب، عندنا بزاف الأمور اللي كتضاهي الدول المتقدمة والدول الأوروبية بالخصوص. لكن هذا الشيء كامل كان عندنا واحد الإشكال في الملاعب الرياضية. الملاعب الرياضية اللي ربما كتنتمي للجيل القديم، منها ملعب الأمير مولاي عبد الله، منها ملعب الدار البيضاء ومختلف الملاعب. فكانت هناك مجموعة نتاع الانتقادات كتوجه لهذه الملاعب، واليوم المغرب والجامعة الملكية المغربية خدت قرار نتاع إعادة تهيئة مجموعة من الملاعب، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله هنا في الرباط، ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وكذلك إنهاء الأشغال في ملعب طنجة الكبير اللي غيكون من أجمل الملاعب في إفريقيا. بعد ما غينتهي تنتهي الأشغال ديالو بالتغطية غيكون عندنا ملعب مغطى. بالرجوع لهاد الملاعب كذلك مسألة أخرى هو أننا كنوجدوا لتنظيم في حالة لفزنا بشرف تنظيم كأس إفريقيا 2025، وكذلك تنظيم مونديال 2030 اللي غادي تكون مع إسبانيا ومع البرتغال. بالنسبه للملعب الامير مولاي عبد الله انطلقت فيه الاشغال كتهم على حسب المعطيات اللي كاينه الان واللي متوفره، كتهم جوج الجوانب. الجانب اللي برا اعاده تهيئه الفضاء الخارجي، خصوصا واحد البارك كبير اللي كاين تما واللي غيولي بارك نتاع السيارات، فيه تحت ارضي، فيه جوج طبقات كنظن، جوج طبقات تحت ارضيه وعاد بارك الخارجي. وداخل الملعب كذلك تيتم إعادة التهيئة نتاع الملعب بإزالة الحلبة نتاع الألعاب القوى، و يعني التوسعة نتاع يعني الكراسي فين غيجلسوا أو المدرجات فين غيجلسوا المتفرجين. هذا الأمر كذلك كيهم مجموعة نتاع الملاعب كما قلنا، كيهم مجموعة من الملاعب كما قلنا، منهم ملعب الدار البيضاء اللي تم الإغلاق ديالو كذلك الإصلاح، ملعب طنجة، ملعب فاس كذلك غيتم الاصلاح ديالو. فهادو مجموعه تاع الملاعب اللي رئيسيه واللي ملاعب عندها يعني المواصفات الدوليه واللي كيستغلوهم الانديه المغربيه وكذلك المنتخبات المغربيه لاستقبال الضيوف ديالنا في المغرب. صراحة ما عنديش اطلاع على التفاصيل المالية، باش ما نقدرش نعطي شي رقم، انا ما عنديش اطلاع على التفاصيل المالية، ولكن الاشغال غتمشي في هذا الاتجاه. كنظن بان التكاليف المالية ما غتكونش كبيرة بزاف، لان ما غاديش نبنيو الملعب من البداية، وانما فقط الاصلاح هو ما يسمى بالاميناجمون تاع الجانبات الملعب. فبالضبط ما نقدرش نقول شي رقم، لان ما طلعتش انا شخصيا على شحال تم تخصيص نتاع لكل ملعب او للملاعب مجموعه. فالاكيد ان ربما مساله اللي كطرح واحد الاشكال هو يعني فتره الاصلاح شحال غتمتد، وهذه الفتره ربما اللي غادي تاثر على الانديه المغربيه، خصوصا الجيش الملكي اللي غيلعب كعصبه الابطال الافريقيه. كنظن ان ربما غادي يلعب تقريبا ربما حاليا الموسم كامل غيلعبوا خارج الرباط. البطولة الوطنية ربما غادي يبقى يستقبل المقابلات في قنيطرة. بالنسبة لعصبة الأبطال، بالنسبة للجيش الملكي، وكذلك حتى الوداد البيضاوي، ربما الحديث عن ملعب مراكش هو اللي غيبقاو يستقبلوا فيه، نظرا لأن هذه الملاعب غادي تسد والإصلاحات لمدة سنة تقريبا سنة، وبالتالي الموسم الرياضي القادم فالأندية الكبيرة غتلعب نتاع هذه المدن غادي تلعب خارج يعني المدينة ديالها. بالنسبة لطنجة أظن أن ملعب ثاني ترمل في تطوان غيكون جاهز باش قبل طنجة، وبالتالي طنجة ما عندهاش إشكال كبير اللي غيكون عند الجيش الملكي بالأخص وعند الوداد البيضاوي.
كنظن ان لعب القوه ما عندهمش علاقه بالملعب مباشره، فقط ملعب الامير مولاي عبد الله كيحتضن العصبه الذهبيه او الدوري الماسي هو يعني المره في السنه. بالنسبه للتدريب نتاع لعب القوه كتجرى في الجامعه اللي جنب الامير مولاي عبد الله، وكاين مراكز اخرى وكاين مناطق اللي عند الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوه اللي كدير فيها التدريب ديالها. الحديث اليوم بالنسبه للدوري محمد السادس لالعاب القوه والعصبه الماسيه اللي كيحتضنها المغرب كل سنه، الحديث الان انها غادي تولي في مراكش، وبالتالي فالملعب ديال مراكش غيبقى كما هو، ما غاديش تحيد منه الحاله بدء العاب القوه عكس ما سيحدث هنا في الرباط. هذه الاصلاحات بطبيعه الحال الهدف ديالها شيء واحد، هو اننا ننتقل الى جيل جديد من الملاعب. احنا عندنا ملاعب مستوى، عندنا بنيه تحتيه كبيره، ولكن الملاعب يعني جيل التسعينات ربما كما يقال. اليوم احنا في جيل جديد من الملاعب، ملاعب مخطط، ملاعب فيها يعني مجموعه نتاع المرافق. المغرب الان يخطو نحو هذه الخطوه، والهدف الاساسي بطبيعه الحال الاول على المدى القريب هو احتضان كاس افريقيا 2025 ونكون واجدين في حالة إلى نشرة في التنظيم ديالو. وتنظن الملف المغربي ملف قوي جدا، وملف اللي ربما شبه محسوم، ونتمنى أن الإعلان يكون لصالح المغرب. ثم الخطوة الثانية هو تكون عندنا ملاعب تضاهي الملاعب الأوروبية بطبيعة الحال، على غرار الملاعب الإسبانية والملاعب البرتغالية لاحتضان كأس العالم 2030. وبالتالي هذه الإصلاحات كلها الهدف ديالها هو الانتقال من هذه الملاعب إلى ملاعب بجيل جديد. وأحسن مثال على ذلك ملعب طنجة اللي غيكون مغطى وغيكون ربما أول ملعب في إفريقيا كامل ملعب مغطى. فراس حيش كاين سميش وكاين واحد المنطقة اللي كيريبوا فيهم جامايكا تحيشية وسميش ودوار السد وهذوك النواحي كاملين، وعاوتاني كاين المركب فهمشي غادي في كيرشا فهمشي، والآخر ديالهم المقاعد ديالهم ما كافينش الجمهور ديال كاس العالم في 2030 فهمشي، مع ليه كيردموا وباغين يديروا وباغين يعاودوا التجديد ديال البنايه فهمتوا، البنايه التحتيه ما مساعداش الشاهيه. فلا وديت كاس العالم شحال من شيره انا يتصلح، ماشي هذا ديال التشماره بزاف، كاين ديال طنجه، كاين ديال سميتو ديال تطوان، كاين ديال مراكش، ديال اكادير، كاينين بزاف ديال التيرانات اللي غيتم البناء ديالهم من جديد. كنت ساكن في تحيشيه ولكن دابا مع ريبولينا وكذا وليت ساكن مع خالتي، هادشي اللي كاين فهمتي. عطاونا في سميتو، عطاونا في الفساتين في الصخيرات وعذبونا صراحه. حنايا من الناس اللي قرابين من مركب فهمتي، حيت ما بيناتنا شكون من هنايا من هنا للصور بحال هكاك فهمتي. ما تكملش 3 كيلومتر بحال هكاك باش كنوصلوا للتيران فهمتي، قريبه لينا جدا بزاف فهمتي. كنمشيو له عمل الغابه ماتشات ديال الجيش الملكي، مي كان في الاصلاح ديالو قبل من سميشو كاس العرش، كان في سميشو كانوا كيدخلوا في سميشو في قنيطره، كانوا كيدخلوا في قنيطره، واكثريه كانوا كيمشيو لمراكش محمديه وقنيطره، هذا هما ثلاثه المدن اللي كنا كنديبلاصيو مع الفرقه ديالنا فيها. هادشي اللي ما كاين، كاينين حداهم فهمتي، ما تيراناش كي تكون حداهم واحد لون واحد المساحه كبيره خاويه كيديروا فيها العاب القهوه بزاف ديال الحوايج من العاب القهوه فهمتي، ودي معسكر شرق قبر.